إحدى الأمهات وهي تغرق في نهر دجلة. عن فاجعة عبارة الموصل نتحدث الآن. ماذا يمكن للأم أن تقول في مثل هكذا موقف؟ ماذا طلبت من صاحب أحد الزوارق وهي تصارع الموت؟ تعالوا نعرف وإياكم. أخوكم مضر وعد شكري، أحد سواق زوارق. فصارت عيد نوروز، تعرفون أنتم الأقبال صار على الغابات، يعني ما شاء الله العالم طلعت وعيد الأم منهم يحتفلون بعيد الأم. فصار الحادث، يعني وصب مدحه ناس طايفة، أطفال، نساء، شباب. طفينا مكاننا بعد ما نقدر نشغله، طبعا بهاي الحاله نطخهم بالبانكا. هاي البنت اشنقله بالمحجل، اسحب الاخ، اسحب طفل اشيله، طفل خفيف يصير حرمه طايفه، هي طيبه طايفه، سبحان الله طايفه والله العظيم، ماسكه ابنه ميت، تقول لي طلع ابني عوفني ليه.